نادين جم نشرت بوست على حساباتها بالسوشيال ميديا انه تم تأجيل حلقتها مع سعاد يونس حتى اشعار اخر. طبعا متابعينها زعلوا لانها ما طلعت وصرحت عن سبب انفصالها عن خطيبها اللي قبل فترة قريبة. والكل كان منتظر هذه الحلقة مع سعاد يونس حتى يعرفون اشاعات اللي صاير وراء انفصالهم ام حقيقة. انا ما ادري انقهر وازعل على ايش، على انه الحلقه تاجلت ولا لانه ما عرفنا الى الان ليش انفصلتها وهل فعلا انفصلت ولا لا. تنام الليل سام؟ ما راح وانت ما تعرف السبب؟ ما راح اقدر، اكيد اني ما راح اقدر انام الليل ولا راح اقدر اكل. وبالذات انه البوست بالانجليزي لبرنامج بالعربي للجمهور عرب، كله صعب علينا. لا بس ليش حلقتها مع اسعاد يونس تاجلت؟ هي اللي جاب الموضوع يزعل. والله يزعل اكثر لانه انا ودي اعرف سبب الانفصال صراحه. طبعا انت ودي اعرف الاشاعات حقيقيه ام لا. ما تصيرين بنتي اذا ما تبغين تعرفين. اي اكيد اكيد.